تحاولش خدام في الشركه قلت لي امين 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 كديكلاروك ولا وين تيديكلاري وتيديكلارو 18 يوم في الشهر و 46 هذا تاع الفلوس باش يديكلاري في ليكس وانا انت شو مش حقك تخدموا في السلام خدام شهر كامل تنتخلص انا ب 4500 درهم كيفاش الحق تخدموا السبت والحد تنخدم سبع ايام سبع ايام بارك الله السيمانة وش كترشح؟ مرة مرة تاخذ شي نهار ولا خديتي شي نهار تيقطعوا لك واش هذي قناة الشعب قناة شفتها فيها مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من الشلالات القصة اللي غتسمعوا اليوم من بين أغرب القصص شاب اللي خدام لمدة سنتين في واحد الشركة كيتفاجأ أنه بالليل والنهار من بعد عامين ديال الخدمة جراو عليه من الخدمة ها هو الآن يعني كيتسالوه كريديات كيتسالوه بزاف ديال الحوايج ولا كيقول أنني وليت عرضة للتشرد هاد السيد هذا بالليل والنهار ولا تيقول أن حياتي ضاعت ليا هاد السيد قال لنا أنه واعدوه باش غيشريو ليه هوندا هاد السيد واعدوه باش غيعطيو كريدي هاد السيد واعدوه وبيعوا الأوهام كيف ما كان في الآخر كيتفاجأ أن قالوا ليه بالعربية الباب وسع من كشافك قالوا ليه سير للمحكمة دبر راسك موش حنا ما سوقناش فيك معنا هاد السيد اللي غيعاود لنا التفاصيل القصة ديالو والأحداث اللي وقعت ليه خويا السلام عليكم عليكم السلام عاود لي خويا من الأول كيفاش دخلت لهاد الشركة هاد الشركة كان واحد الصديق ديالي تيدير شيف في الشركة وكان تنتعرف أنا وياه من شركة لشركة هو اللي قال لي يلاه تفضل هاد الشركة كاينة في بوزنيقة كاينة في كراج علال مكناس فاس عند بزاف فروع يعني شركة وطنية كيف ما كنقول تندور تنديروا الشوانق تنديروا هادشي ديال راشار بون تنديروا هادشي ديال السيلونات ديال الدي حنا خدامين تابعين بواحد الطاحونة وتنخليو تا قلت هاد الناس كانوا ما قاعدين نبيعهم دا غناخذوها كريدي انا ما بغيتش ناخذ الكريدي قال لك كلشي على حسابي انا غنبدا نقطع لك من شهر لشهر من جيب تندوي على حقي قال لك سير طريق سير جري طوال كيف دوش على حقك شنو قلت لهم باش طالب شيهم باغي الهوندا ديالي باغي نعرف راسي من رجلي دابا انت قلت لهم انك بغا شي هوندا واش هوندا تخدم بها المصالح ديالك الشخصيه ولا هوندا تخدم بها في الشركه نخدم بها في الشركه وانا فكرت هما كانوا خاصينهم واحد هوندا فكرت انا زعما كي ناخذ هوندا وهذاك الشيء اللي تيدي واحد اخر نولي ناخذو انا ونتبع الشوانق انا تندير حريف معلم انا ماشي يعني انت حريفي ماشي واحد يلا بادي يلا لا حريفي معلم كروكي بلان اي حاجه واخا اخي شنو هما الحوايج اللي درتيهم خلاهم انهم يجلو عليك انا هذا هو الطالب الوحيد وعلى كيس بمسة كما قلت لي انهم كانوا موعدين بشي كريدي واقيلا كريدي كريدي شنو كنتي باغي دير به كريدي هذا هو انا الهدف ديالي هو هو الهدف يعني انت كنتي باغي تشري هوندا تعاون بها راسك وتعاون بها وليداتك جراو عليك هذا هو الهدف ديالي جوج جوج عاد جوج وليدات باش غتعيش والله اللي خير والله اللي تيمشي ما عندك شي دابا حاجه وحده تطلب بالحق ديالي كاين الاوراق كاين كلشي هادي الوثائق ديالي حاول شي تتصل بالمدير ديال الشركه هادي وتقول معاه يدير معاك شي حل تعدو حتى للدار طلب جوزه وما خليت ما دخل مشيت عند الشيف مشيت عند الدراري ما والو حتى التليفون دابا ما بقاش يجاوب ولينا باغيين على النص ديال الحساب يعني انت حقك سمحتي فيه وليت باغي على النص حقك ويا ربي يا ربي ناخذو على النص مشيت سبيك صور طرافي تيقول لك خاصك تتابع هادو حتى البيرو ما منزكيش حيت شركة تدير من هنا لهنا 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 كما قلت لي انك عميل وانت خدام في هاد الشركة عامين بالليل بالنهار ما تيعرف ولا ليل لا نهار تقول خدمة مزروبة خاصك ضروري تخدم ولا ما بغيتيش غادي تمشي بحال خويا محمد واش هاد الناس هادو ما داروش بحساب والو بحساب العشرة كاين حتى شي حاجة عامين وانت خدام سبع ايام زيادة وتنطلعو تقريبا حاولت انك تمشي عند مفتش الشغل يدير معاك شي تاويل مشيت عندي كل شي راه المحكمة مشيت ما خليت فين مشيت ولكن اخويا راه تتقهر راه تمشي فين ما مشيت سبيكتور طرافي تنقول لي عيط لي ما قالش عيط علي علاش من حقه خاصو هو يعيط لي ولكن واش على حقك ما تدويش انا محمد سبيكتور طرافي اول حاجه تيعطيك السيد على الاولى الثانيه الثالثه تيعطيك ورقه تاع المحكم هادشي اللي كاين اللي مشي عاش خدمتي في هاد الشركه هادي بزاف
ولي الشركة اللي كان كيشوفك دابا اش بغيت تقول ليه؟ باغي الحق ديالي، انا باغي حسابي وباغي هادشي اللي باغي. حيت مابقاش باغي والو من هاد الدنيا. باغي والو، باغي النص ديال الحساب ديالي. لو كان الوقت ترجع باللور تخدم مع هاد الناس هادي وتتعامل معاهم. انا ما غنخدم ما والو، باغي حقي كاع ضروري ناخذ حقي. شحال دابا تبارك؟ شهرين شهرين. محمد غنسولك وجاوبني بصراحة، ملي غيتقادو لك فلوس الجامعة اش توكل ولادك؟ رزاق الله، انا دابا تندير بريكولات عندي. شحال قدك يا محمد؟ لا عندي كليان، عندي انا بقات فيا الشمس بريكول راه ضروري غدبر. يعني انت ما باغينا فلوس لا والو، باغي هاد الناس يعطوك حقك وصافي. ناخذ حسابي صافي، انا باغي الحساب ديالي، انا ما خليت فين مشيت. حتى الوثائق كامله، المحكمه، سبيكتور ترافاي، بزاف ديال. واش انت الشركه هادي عندها مشاكل مع شي واحد اخرين ولا تب وحدك؟ كاين مشاكل ولكن بنادم ما باغيش يدير. بنادم كيخاف محمد. بنادم خايف شويه مخلوع، هادشي اللي كاين. شنو اللي خلاك تخرج انت وتهضر وتحدى كلشي؟ انا غندير الفرصه لواحد، حتى واحد اخر غيشوف هاد الفيديو يعني غيحاول يدوي على حقه. شركة خدمتي معاه قالوا لك باي باي راه عطيني الحساب، معروف يعني راه يعني هضرتي على حقك. انت ما باغي والو، حسابك عطاوك رزقك والله يعاون الله يعاون. يعني فقط. شحال كنت تسالهم تقريبا ديال الفلوس؟ حتى خويا كنت خدام ب 4500 درهم في الشهر. ولكن حاطين لك 18 يوم ديكلاري لك ب 46. محمد بغيت نعرف واحد الحاجة. كيفاش عطاتك خاطرك تخدم 7 أيام تابعة عمرك ما ترجعش نهار؟ عندك ما دير غدا حتى دير تغضب الحقره. غد ورا دارو انت دابا حتى طالبتي بحقك. شوف اش طرات كون هضرتي شحال هادي هذا هو اللي كاين. خلا حقك هذا. هو حقي دابا ولا انا سكت على اللي ضروا واش الشيطان غروها ماشي دابا انت دابا سكتتي لي قلت لي انك كنتي صابر. دابا هادشي اللي كاين 7 ايام مع الروب وما عندكش. كان تيحيد لي 500 درهم. علاش؟ علاش؟ تيقول لك من غد اما غتدفع لي النص ديال الفلوس راه غنسلم لك الهوندا ديالك. علاش اخويا؟ علاش اخويا؟ ما مكيبر انا. ماشي مشكل هذا. كمل لي يا اخي. هادشي اللي كاين اخويا. يعني قلت لي انك خدام هنا يعني ملي خدمتي جراو عليك. نمشي حتى عامل شي مع هاد الناس. بزاف كاع. مدير الشركه اللي كان كيشوفك اش بغا تقول لي؟ مدير تاع الشركة تيشوف فيا غيعطيني حساب، أنا ما باغي والو أصاحبي، باغي غير الحساب ديالي فقط. أنا مابقاش باغي والو من الدنيا. ما باغي حتى شي حاجة، باغي غير الحساب ديالي. عامين. صاحبي باغي غير حسابي، هذي حتى هذيك مليون ونص، بغينا نهرسوها شوية وصافي باش ما يمشيش ليا كلشي. شحال الكريدي كتسالوك؟ أنا تنتسالهم، أنا تنتسالهم تقريبا شي مليون وعشرين، كان تيقطع عليا 500 درهم. شهرين. خديتش من عنده شي كريدي؟ لا انا قلت لك كان دفع لي انا ما بغيتش. دابا انت قلت لي انك انت باغي تاخذ هوندا قلت لي. ما بغيتش انا الكريدي، قال لي انا غنمشي غنشاري في الاوراق هذه وخرج طاطا. هوندا طاطا. هادشي اللي كاين اخويا من جيت قلت لي ها كاينه كاين صافي قال لي. انت خرجت هوندا ولا ما خرجتيهاش؟ انا ما خرجتهاش، انا خرجتها هو السميه ديال شاري. واش قال لك؟ قال لي اجري طوال. وكان تيحيد لي 500 درهم في الشهر. رجع لك هذاك الشيء اللي كان كيحيد. لا رد لي حتى شي حاجه. دابا انت عطار ديك العامين ديال الخدمه. الكريديات ديال داكشي الفلوس اللي كان كيقطع لك مشاو. 500 درهم شهرين تيحيد لي. محشومه عليه. ومن الله نتمنى من الله ناخذ حقنا. حتى من درجه محمد بنادم قلبك صح. اه بصح. رسالتك الناس المسؤولين اللي كانوا كيشوفوا. ناخذ حقي. ما باغي والو غير حقك. ما باغي والو، باغي حق. يعني باغي تاخذ الحق ديالك. صافي. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني هذا السيد هذا تيقول انه باغي غير الحق ديالو. هذا السيد هذا ما باغي حتى شي حاجه من غير انه ياخذ الكريدي اللي عليه وياخذ انه محشومه على هذا السيد. كيف يعقل انك تاخذ من عنده 500 درهم في الشهر باش توهمو انك تقول لي غناخذ لك هوندا من بعد ما دوز بيه عامين؟ من بعد ما تشوف ان السيد تحلوا لي العينين تقول لي الباب وسع من كتافك. واش تبغي هادشي يديروا لولادك؟ واش تبغي انك انت تكون خدام وجراو عليك بهالطريقه هذه؟
راه حتى واحد ما غير ضاعه، فلنا كامل الثقه في السلطات، لنا كامل الثقه في الناس المسؤولين باش يشدوا بايد السيد هذا وياخذوا لي حقه. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، نكتفي بهذا القدر على امنقكم باش مباشر اخر. شكرا وعلى اللقاء.